تقدرش النهارده بقوه القانون زي ما انت قلت تتصالح عليه، زي مثلا ما اعرفش ارض يقول لك ري ارض كذا، يبقى اديله حق انتفاع طالما مش هتعرف تزيل. لو قادر تزيل ده قرارك انت، قدر المساله سياسيا وامنيا وميدانيا وجو اهد. فدي كانت الفلسفه. يجي لك واحد بقى يقول لك ايه، يقول لك يا سيدي مليون حالة متعدية على أرض زراعية خارج الحيز. نقول له ماشي يا سيد، خارج الحي. نعم. أوكي. هتعمل فيها، هتسيبها، هتفضل تصرف الصرف الصحي في الأرض، هتعمل مشاكل، مش هتاخد منه فلوس. يبقى هو عملها مرة ممكن وما تحاسبش، هيكررها مرة تانية وتالتة، وانت أدواتك في الحوكمة مش قد كده. كل الكلام الكاشف ده الحقيقة عندما ذكرته مع في الدوائر المعنية ومع الوزراء وقدمت به بشكل يعني ودي نصوص بأفكار، الحقيقة كان له مردوده أن يحصل هذا النوع من أنواع إعادة النظر. اتأخرنا قوي يا سيادة النائب، اتأخرنا قوي قوي قوي، اتأخروا فعلا. أنا معاك، اتأخروا وثلاث أسابيع كتير. لا لا، انا بقول حد اقصى 3 اسابيع، ممكن يكون اجتماع مجلس الوزراء بعد الجاي، او ممكن مش هيلحقوا بكره، لكن ممكن اللي بعد الجاي على طول. ده يعني هي الثلاث اسابيع دي بحد اقصى. لا يعني ده يعني دي المعلومات يعني. ايوه ايوه. عموما يعني انا بكره هعرف طبعا التفاصيل، لكن هو دي خطوه عموما في اتجاه صحيح. وانا ببشر المواطنين اللي كانوا قلقين طبعًا. وانا اكدت عليهم يا اخواننا هذا الملف في على المستوى الشخصي، ومعايا زملاء في الإعلام وزملاء في كثير من الدوائر، ودولة رئيس مجلس الوزراء الحياة الدكتور مصطفى مدبولي في حوارات خاصة وأنا بعلنها لك أهو. يعني الراجل والله يا أحمد بيه، الراجل عايز يخلص الموضوع ده، عايز يخلصه بالصح ويشعر بالمواطن في هذا الملف. واخد بال حضرتك؟ لكن انت بتلاقي بقى وزير مثلا، انا مش عايز اسمي اسماء وزراء، لكن بتلاقي وزير معني بكذا وكذا، يا بقى مش عايز يواجه، يا مش عايز يشيل مسؤولية. بنقول لهم لا، ما يصحش بقى، كل واحد يعني ناخد قراراتنا ونتصق مع بعضنا. اصلا بتحل ازمات ملايين الناس، ملايين، مش بنتكلم على 10 انفار، ملايين. ده هقول لي انا هفتح ده هيعمل بالرقم. بالمناسبة يا سيادة النائب انا هعرف الرقم، هيعمل ارتياح في الشارع طبعا. تفضل. لا بص، ايه الرقم؟ قول لي الرقم. طيب شوف يا سيدي، اولا ارتياح في الشارع من حيث اعاده الثقه في الحكومه في هذا الملف. والمواطن يعرف ان لما الحكومه والمجلس بيقولوا حاجه فبيوفوا بيها. كويس. يبقى دي نمره واحد. كويس. نمره اتنين، ان انت حضرتك هيعمل راحه على مستوى الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في إيه بقى؟ في التحرك، إن أنت حضرتك بقى معاك آلية معينة تستطيع إن أنت تتعامل فيها مع المواطن في إعادة استصدار رخصة له، إن هو عايز يرمم بيته هيقدر برضو الوحدات المحلية والموظفين متأيدين يا أستاذ أحمد في مسألة تقديم الخدمة للمواطن، مش عشان هو مش عايز يقدمها له، عشان هو المبنى مخالف. فلما انا اخلص الخطوه دي الحقيقه هتعمل اريحيه كبيره جدا في هذا كامل الملف. كامل اللي هيستفيدوا من انهاء الملف ده واغلاقه بالكامل تقريبا، اللي تقدم لطلب التصالح وفقا لاعلان الحكومه 2.8 مليون طلب. كويس.